المؤمن كما يراه المسيح. كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة. وقد استضاف البرنامج نخبة من الآباء الكهنة للحديث عن الموضوع الذي يشغل بال جل من المؤمنين. فتطرق الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين فرميمين للناحية الكتابية من حيث متطلبات وأقوال يسوع في هذا المضمار، بينما عبر الأب غالب بواب كاهن رعية الروم الكاثوليك في إربد عن الناحية الرعوية في تعبير المؤمن عن إيمانه. أما المونسنيور غازي الخوري فقد فند الواجبات والحقوق التي يتمتع بها المؤمن في الرعية التي يقطن بها جغرافيا، وقالوا المسيح في حياته اليومية يعني أحيانا مرة بيصلي، مرة بيعترف، مرة بيتناول، مرة بيصلي المسبحة، مرة بيضوي الشمعة. يا ترى شو الهدف اللي بده يصل إله؟ شو الغاية اللي بده يحققها حتى يكون تلميذ صالح للسيد المسيح، حتى يكون فعلا مؤمن فعال في كنيسة المسيح؟ فبالنسبة لي شفت هناك ثلاث مواصفات تنتظرها منا السيد المسيح حتى نكون تلاميذ صالحين للسيد المسيح. الصفة الأولى وهي المسيحي الذي يريده السيد المسيح هو الشخص الذي يعرف يسوع وإنجيل يسوع، وثانيا هو الشخص الذي يعيش ويقتدي بالمسيح ويعيش تعاليم المسيح، والصفة الثالثة المسيحي الذي يريده السيد المسيح هو الذي يبشر بالسيد المسيح وبإنجيل السيد المسيح. أولا المسيح الذي يريده السيد المسيح هو المسيحي الذي يعرف يسوع وكل ما علمنا إياه يسوع المسيح، وما الكتاب المقدس إلا وسيلة لمعرفة يسوع. كل الديانات الأخرى تعلم كتبا، أما الديانة المسيحية فتدعو إلى معرفة شخص اسمه يسوع ومعناه مخلص، إلى معرفة الشخص قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، إلى معرفة الشخص علي أن أحدد موقفي منه، من ليس معي فهو علي، وحسب موقفي هذا تأتي تضحيتي من أجل هذا الشخص. القديس بولس يقول إن أعد كل شيء خسرانا إذا هذا الربح الفائق معرفة المسيح يسوع ربي الذي لأجله خسرت كل شيء. والقديس بطرس يحثنا إلى هذه المعرفة بقوله ازدادوا معرفة لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وطبعا تتم هذه المعرفة من خلال قراءة والتأمل في الإنجيل المقدس. من عرف الإنجيل عرف يسوع، ومن جهل الإنجيل لم يعرف المسيح. أصلا الحياة الأبدية تقوم على معرفة الله. يقول لنا السيد المسيح الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أيها الآب. وها هو يسوع المسيح يتمنى لو أن المرأة السامرية تعرفه، لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لكنت أنت تسألينه فيعطيك ماء حيا. وها هو يسوع يتحسر على أن فيليبوس لم يعرفه، أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيليبوس، من رآني فقد رأى الآب. ليت الإنسان الذي يتخصص في معرفة الخليقة أن يجد الوقت لمعرفة خالقها، به كان كل شيء وبغيره ما كان شيء. ثانيا المسيحي الذي يريده السيد المسيح هو المسيح الذي يعيش إيمانه، يعيش هالمعرفة. يعني المعرفة وحدها لا تكفي، الشيطان بالضبط لازم هالمعرفة هاي يحولها إلى حياة. الحياة هي مواقف وسلوكيات، والمسيح المثالي هو الذي مواقفه وسلوكياته تنسجم بما علمنا السيد المسيح، وتصبح هذه التعاليم مقياسا ومرجعية في جميع ظروف حياته. حين يسأل نفسه هل كلامي وأعمالي ومواقفي تتفق مع ما علم يسوع وعمل، متذكرين القاعدة الذهبية التي أعطانا إياها السيد المسيح، كل ما أردتم أن يفعل الناس لكم افعلوه أنتم لهم، هذه هي الشريعة والأنبياء. لأن محبة يسوع تقوم على حفظ وصيام، وليس فقط على الصلوات والطقوس التي لا تنبع إلا من الفم. ليست المحبة بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يخطر على بالي المؤمن كما يراه المسيح بصلاة يسوع من أجل تلاميذه برسالة إنجيل يوحنا،
يقول رفع يسوع إلى السماء وقال يا أبتي جاءت الساعة مجد ابنك أن يهب لهم الحياة الأبدية. والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد الذي أرسلته إلى يسوع إلى العالم اللي هو يسوع المسيح. إذن إيماننا حبيبتي دكتورة كمان كلام موجه لأبونا ولكل المؤمنين. الإيمان هو إيمان بيسوع المسيح. إيمان يجب أن يكون إيمان معاش على أرض الواقع. حياتنا إحنا كمسيحيين أو حياة الإنسان بشكل عام هي معرفة الله ومحبته. أولاً. ثانياً هو إبلاغ الإيمان بواسطة الكرازة. الانتماء إلى يسوع والكنيسة مهم جداً. نعرف أن الإيمان أكيد بيسوع المسيح إيمان عملي، إيمان مخلوط بحياة الكنيسة، بحياة الإنجيل المقدس. وأكبر دعوة هو الإيمان اللي كانوا يعيشوه في العهد القديم مع إبراهيم اللي ربنا ترك طلب منه أن يترك كل شيء ويتبع. وكان كلمة الله تعالى هي فقط كلمة. اليوم إحنا بحاجة للكرازة، بحاجة لدعوة الإنسان إلى الإيمان بالكنيسة وبالأسرار الكنسية، الأسرار بقانون. وأكبر دعوة للإيمان هو بالكنيسة بواسطة قانون الإيمان اللي هو ملخص لحياتنا كمسيحيين. والإيمان المعاش هو فقط حاضر باللوترجية الكنسية، باللوترجية الكنسية وخصوصا بالأسرار السبعة. اليوم دكتورة احنا بيمس الحاجة حتى نعيش هذا الإيمان على أرض الواقع بواسطة الكنيسة وليس ولا شيء آخر سوى الكنيسة. اليوم نعرف تحديات كبيرة، نعرف الوضع صعب بالحياة إجمالا بالحياة الصحية أو بالحياة الفكرية. فاليوم دعوة مني أنا الخوري البسيط المحب لكل الناس اللي بحب، دعوة لكل العالم أو كل الأشخاص اللي بيسمعونا عبر شاشتكم أو عبر صفحتكم أو عبر صباحكم نور، إنهم يعيشوا هذا الإيمان بكل محبة بكل بساطة. الإيمان المعاش ربنا بيطلب منا إنه نعيش الإيمان بحسب يسوع المسيح. هو فقط ليس أن نؤمن بيسوع، شيء مهم كتير إنه نؤمن بيسوع وهذا شيء ضروري ومهم، ولكن الأهم إنه نعيش هذا الإيمان ونورجيه على أرض الواقع لكل الناس بحياتنا، بمسيرة حياتنا المسيحية، بالصلاة. صلاة ضرورية مهمة جدا في حياتنا كمسيحيين، مهمة جدا في دعوة الإنسان إلى الإيمان، بعيش الإيمان بواسطة الكنيسة، بواسطة الأسرار، بواسطة الصلاة. الانتماء الرعوي كتير ضروري، لأنه منه انتماء مزاجي، هو انتماء فعلي بده ياخد ويعطي، وفي حقوق وفي واجبات. فمنشان هيك الأفضل الإنسان يضل منتمي إلى كنيسة واحدة ولو كنا كلنا مسيحي. بس الإنسان كإنسان بيعبر بواسطة الإنسانية عن الأمور الروحية واللاهوتية. إذا تتنقل عدة مرات ما بيقدر لا يستفيد ولا يفيد. هيدي فأذن أول شيء. فأنا بحب انتماء لكنيسة. واليوم القانون بطل مثل القانون القديم 1917 غربي. اليوم القانون القديم كان يحدد الانتماء للرعية انتماء شخصي، يعني إذا واحد كان من رعية أصلية بضل يتابع خور الرعية لوين ما راح، لأنه بيعتبره ابن الرعية أصليا وبضل موجود فيها ولو تنقل وين ما كان. أما اليوم بالقانون الجديد إن كان الشرقي أو الغربي في نوعين من الانتماء. في الانتماء الجغرافي، يعني ببقعة جغرافية، وبهالبقعة الجغرافية في الانتماء الشخصي. يعني
نحن كنائس متعددة كاثوليكية، رح حدد بالأول، هي الموارنة، الروم الكاثوليك، اللاتين، السريان الكاثوليك، الأرمن الكاثوليك وغيره، الأقباط وغيره والكلدان. فممكن نكون موجودين رعاية على بقعة جغرافية واحدة. فكيف بتم الانتماء للرعية؟ الشخص اللي تراثيا كلدان ينتمي إلى الرعية الكلدانية في بقعة رعوية ذاتها مع الروم الكاثوليك وغيره من الرعاية. فالانتماء القانوني هو بيكون انتماء جغرافي إذا كنت عم بعيد، وانتماء شخصي، يعني أنا الماروني أنتمي إلى رعية مثلا الأردن المارونية، الخور الكاهن الماروني المسؤول عن البقعة الجغرافية كمملكة أردنية هاشمية هو مسؤول عني وين ما كنت، إن كان بالعقبة أو غير مطرح. أما بمرج الحمام، لأنه رعايا الروم الكاثوليك أو اللاتين عدة رعايا خصوصا بعمان، فخور مرج الحمام للروم الكاثوليك مسؤول عن الشخص اللي هو تاريخيا روم كاثوليك وما زال ينتمي إلى كنيسة الروم الكاثوليك. واليوم اليوم إذا بننط من اللاتين لروم كاثوليك لكلدان لكذا منضيع. هلا كلهم بدهم يوصلونا للمسيح بس بطرق مختلفة، وهذا غنى مش فقر، والالتزام، لأنه في التزامات قانونية إذا نحن ما بنعرف حالنا لأي رعية ننتمي. فأي معاملات، وين ما نعمل معاملات الزواج لتكون صحيحة، لأنه هون في عملية بطلان الزواج، في عملية صحية الزواج وعدم زواجه، أو عملية عدم صحيته وعدم زواجه، يعني أنه نعمله، لأنه ما ننتبه هون للمشاكل اللي بالمستقبل ممكن تحصل، لأنه في مانع الصيغة بالقانون الكنسي. يعني وغير انه قضية الزواجات وهيدا، بس النشاطات وين ما نعملها. هلا بما انه بالعالم العربي في تنوع كنائس، وفي كنائس قريبة من كنائس، يمكن انا انتمي لرعية كنيستها بعيدة، وفي رعية تانية كنيستها قريبة، فيني استفيد من الخير يعني الامور الروحية. لأنه فيني أدّس هون إذا ما فيني كل يوم روح على كنيسة رعيتي البعيدة، وفيني استفيد من التعليم الكنسي والتعليم الإنجيلي، بس بتضل القضايا القانونية بتخص خور الرعي القانوني اللي أنا المطران معيني منتمي إليه. نعم. فالشغلة بذات الوقت ممكن تكون واضحة، نعمل جلسات عليها، وبذات الوقت ممكن تكون معقدة. هلا إذا أنا خلص عجبتني هالكنيسة وبدي انتمي لها من بعد ما كنت ولدت بكنيسة معينة، يعني ساعتها بأدي رغبتي للمطران الكنيسي وباخد منه، بعمل له طلب، بقدم فيه طلب ورق تتقدم، يطلع ورقة انه انا صرت منتمي فعليا وروحيا وقانونيا لهالكنيسة انا اللي بحب انتمي لها.